واسمه ايه؟ مش عارفه، كل اللي قالته لي ان اسمه عجمي. عجمي. اه خدي ورقه وقلم واكتبي. حاضر. عجمي عبد الحق عابدين ساكن فين؟ منورين زي ما انتوا، بس اضحكوا لي كده عشان الصوره تطلع حلوه. ايوه، من الاخر ننفع بعض. واضح ان كل واحد فينا ليه غرض، على الاقل ان غرضي واضح بالنسبه لكم. انا عايزه افتح سالم الجرح واكشفه للراي العام. وجودكم انتوا الاثنين في الوقت ده وفي المكان اللي صورتكم فيه بيقولوا انكم برضه ليكوا غرض. فانا جاي اعرض عليكم عرض، نبقى فريق واحد بدل ما نكون بننافس بعض او حتى كل واحد بيلعب لوحده. ها؟ قلتوا ايه؟ الحكايه عمرها ما هتبقى فريق واحد طول ما فيها صور. الصور اللي معاكي دي معناها ان انت اللي بتسوقي وبتدي الاوامر، كده بقى ما فيهاش فريق واحد. طب افرضي ان انا مش عايز احط ايدي في ايدك، تسيبيني في حالي وتقولي لي خليك براحتك، ولا هتجبريني العب في فريقك؟ وترفض ليه اذا كان انا ممكن اساعدك في خطتك اللي انا شخصيا ما اعرفهاش؟ يا ست انا حر، ما بحب الشريك. ها؟ ما جاوبتيش على سؤالي. اعرف اكمل بعيد عنك ولا ساعتها هيبقى ليكي راي تاني؟ ما تردي. وادي يا ست العنوان لقطه احنا هناك، بس ده في الاقصر، هتروح ازاي؟ هاخد اجازه عارضه بكره واروح. لوحدك؟ عندك حل تاني؟ لولا مشوار بس انت ده كنت جيت معاك يا سماح، انت عارفه؟ عارفه والله يا سيد، ربنا يخليك، ادعي لي انت بس ان انا الاقيه. سماح، هتعملي ايه لو عجم جه شهد معاكي في المحكمه وبقيتي في يوم وليله سماح سالم الجرح؟ أول مرة أسمعها. سماح سالم الجرحي. ليها طعم غريب في ودني. وأنا دوقتها لك؟ أنا بقولها لك. أول حاجة هقعد على مكتب بسنت. وأودي أبويا سالم الجرحي بيتنا اللي في إسماعيلية. وأحبسه فيه 22 سنة. عمري كله اللي عشته هناك. وبعد 22 سنة بأفرج عنه عشان يحس ويدوق اللي أنا عشته. وبالنسبة لأخويا الصغير ابن البت اللي اسمها ريهام، لسه مش عارفة هعمل معاه إيه. أما بالنسبة لأمه بقى، دي آخرها أقعدها في أوضتي هنا، والنعمة بأكرميها. أما أنت بقى يا سيد، سيد كده تمام. الباسبور السليم اللي سعادتك جبتيه ده دلوقتي هيخرج باسم بيه من القضية زي الشعرة من العجين، مقابل 750,000 جنيه. ازاي ومش ده الباسبور اللي اتمسك بيه في المطار؟ ده سر المهنة يا ست الكل، انت اللي عليك عملتيه جبتلي باسبور سليم، وانا اللي عليا هعمله هخرجهولك من الحجز. انت ليكي يخرج براءة، وانا ليا 750,000 جنيه. جرأة يا متر، واحنا بنشتري سمك في مية، ازاي الهانم هتدفع لك المبلغ الكبير ده كله
وبراءة الراجل في عين من الغيب. أنا بشهد شهادة حق. ماشي يا سيد، أنا هاخد نص المبلغ قبل ما أحط إيدي في القضية، والنص التاني شيك مترخ بعد البراءة بإذن الله. طيب معلش، ممكن نفهم في البداية ليه حضرتك زودت الأتعاب من 500 ل 750؟ الطريقة، الأسلوب اللي هنخرج بيه باسم بيه هي سبب فرق سعر التكلفة. طب معلش يا متر، بس ممكن تشرح لنا بشيلين زيادة عشان نخش معاك في الليلة؟ بتشائم يا سيد. لا طالما بيتشائم خلاص، احنا اصلا معتمدين على الفال في خروج الراجل. ايه ده؟ في ايه؟ انا نسيت نظارتي فوق، وخايف اسيبها ارجع ما الاقيهاش. الراجل ده كل زباينه حراميه، وبعدين بقى ابويا كان جايبها لي من السعوديه، دي اصلي. خلاص يا سيد، روح هاتها وانا هستناك هنا. ما هو انا خايف اعطل حضرتك، حضرتك اسبقيني على الكافيه وانا اجيبها واجي. ماشي يا سيد. بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ فين التصريح بتاع المستشفى؟ اصل دي يا سيد؟ اصل يا اخوي، هات التصريح. اتفضل. بقول لك ايه؟ هي ايه حكايه اللعبه اللي انت هتلعبها عشان تخرج بيها الواد؟ سر المهن، لما يخرج هتعرف انت ليك اكل ولا بحلقه؟ الاثنين، انت نسيت ولا ايه؟ ماشي، قول يا ابو السيد، ايه حكايه سيد ابو الليف ده؟ لا ده سر المهنه، سلام عليكم. بقول لك ايه؟ اوعى تنسى الافراج الصحي اللي وعدتني بيه وانت بتلف فلوس القضيه، امشي لي فيه. طب هات النضاره. هات الافراج. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. لا ده احنا بقت صحتنا زي الفل النهارده. ربنا يكبر بخاطرك يا حبيبي. انت مش مصدقني؟ يا واد بطل تكش بقى. طمني الاول عليك وعلى اخواتك. مش ناسي حد؟ ما انا خايف اسالك يعني تروح قايل لي حاجه تغمني كده. طيب اسيبكم انا تاخد راحتك. شاكرين يا باشا. شاكرين يا فندم. شاكرين يا فندم. الف شكر. زي ما وعدتك يا حاج، هتلاقيها بحطت ايدك، واسامه وطارق زي الفل. انا كلمت لك المحامي كمان عشان يمشي لك في موضوع الافراج الصحي. بجد يا سيد؟ يعني في امل يا ابني ان انا اخرج من هنا واعيش وسطكم من تاني؟ عيب يا فرحات، انا عمري قلت لك على حاجه ما حصلتش. طب يعني قول قول، ما تقلقش انا زي ابنك. ما اتكلمتش مع زبده انها تيجي تزورني؟ كلمتها طبعا، بتقول لك ان هي مش قادره تشوفك بالبدله سرقة، ومفرتكه البيت من العياط، ومستنياك على نار تخرج لها بالسلامه. يا رب يا سيد. خد بالك انت بس من نفسك ومن صحتك، كله هيبقى تمام.